الو، السلام عليكم. ايه محسن، كيفك؟ ايه انا حسن من لبنان. ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران. سلام حسن حبيبي، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك بايران. لا ما اتفقنا هيك، لازم تحكي معي فارسي من اول وصولي على ايران. طيب سلام، حال شما چطور است؟ به ایران خوش آمدید. تفضل. سلام، صبح بخير. سلام، صبح شاي، صبح قهوة، شو صبح بخير؟ شو عم تحكي؟ ما عندك شغل كثير. طيب هلا شو معنى صبح بخير؟ يعني صباح الخير، صبح بخير يعني صباح الخير. طيب وشو جوابها؟ صبح شما هم بخير. صبح شما هم بخیر. صبح شما هم بخیر. صبح شما هم بخیر. صبح شما هم بخیر. خیلی ممنون. الفطور جاهز. تفضل کلنا ترینک. طيب بس قبل ما ننزل عندي سؤال. طيب انتو للشيء القريب اللي بتقول هيدا او للشيء البعيد اللي بتقول هيداك شو بصير بالفارسي؟ طيب لهيدا منقول إين، ولهداك منقول آن. إين آن. إين آن. إين آن. إين خودکار است، آن در است. إين خودکار است، آن در است. إين خودکار است، آن در است. لنجمع این منقول اینها، یعنی منزید ها. مثلا اعطینی کم علم. اینها خودکار هستند، اینها خودکار هستند. لهدک منقول آن، آن در است، آن در است. اما لنجمع آن منقول آنها، آنها کتاب هستند، آنها کتاب هستند. این بصیر جمع اینها، اینها مداد. لا لا، اینها خودکار هستند. و آن بصیر جمع آنها، آنها کتاب هستند. طيب آن کتاب است.
آن کتاب است. آن کتاب است. آنها کتاب هستند. آنها کتاب هستند. آنها کتاب هستند. یعنی حالا هستند جمع فعل است؟ نعم هستند. هستند جمع الفعل است. طيب لنشير للمفرد منقول on والفعل تبعه است. on كتاب است. لنشير للجمع منقول آنها. آنها کتاب هستند والفعل تبعه هستند. آنها کتاب هستند. این خودکار است. این خودکار است. اینها خودکار هستند. اینها خودکار هستند. فإذن مثل ما قلت لما نجمع این منزيد ها يعني انها. ان خودكار است. انها خودكار هستند. نعم هستند جمع الفعل است. يعني ان للمفرد انها للجمع والفعل كمان است للمفرد وهستند للجمع. طيب شوف شغلة تانية مثل ما قلت هون يعني إنجا. إنجا أتاق است. إنجا أتاق است. آنجا حيات است. آنجا حيات است. حيات يعني جنينة. آنجا حيات است. فرزن اینجا آنجا. اینجا آنجا. طیب اینها خودکار هستند. آنها کتاب هستند. آنها لوح فشرده هستند. آفرین. آنها لوح فشرده هستند. اینجا شو معنیت بیت بالفرسی؟ خانه. اینجا خانه است. آنجا شرع شو؟ خیابان. آنجا خیابان است. بله درسته. چی یعنی بله درسته؟ نعم صحیح. بله درسته. بچه ها بیایید پایین. لکن سین الفطور. یلا بریم. شو بریم یعنی؟ یعنی بریم یا برویم یعنی یلا نروح. برویم. هی لیلت لیها بالمطار. يلا برافيم برافيم. إن إنها آن آنها. إنجا آنجا. إن توب است. إنها درخت هستند. آن خود رو است.
آنها فنجان هستند. اینجا مدرسه است. آنجا دانشگاه است. على فكرة قناة الكوثر تعرض برنامج لتعليم اللغة الفارسية، لازم نشوفه. الحمد لله انه الله يقل الظروف هيك اتعلم الفارسي، وبعث لي صديق يكون مثلك هيك انه صديق ومعلم نفس الوقت. مشكلة حبيبي ولا سلام صبح بخير. صبح بخير. سلام صبح بخير. بفرمايت. سلام صبح بخير. سلام صبح بخير. سلام صبح بخیر. شما چقدر دیر کردید؟ حسن آقا صبح زود بیدار شده بود، اما مشغول مطالعه بودند. من مطمئنم شما موفق میشوید. یعنی انا متأكد انك راح تتوفق. شکرا شکرا. لك محسن، من شما نماء شخصية هده؟ احسنت. انت بتاكل خبز مربى؟ باكل خبز مربى، بس شو خصه بالسؤال؟ شوف الأعمال العجيبة دعوتك يا محسن. من تو او ما شما آنها یا ایشان. من تو او ما شما ایشان یا آنها. بله، من یعنی انا. من انا. تو یعنی انت. تو انت. او یعنی هو. او هو. ما یعنی نحن. ما نحن. شما یعنی انتم. شما انتم. ایشان یا آنها یعنی هم. ایشان یا آنها یعنی هم. محسن جان یادت نرود ساعت 10 شبکه الکوثر برنامه آموزش زبان فارسی پخش میکنه. بله یادمان هست. اکید اکید. من تو او ما شما آنها یا ایشان. من مهندس هستم. تو خلبان هستی. او مدیر است. ما دانش آموز هستیم. شما نویسنده هستید. آنها خیاط هستند. كما أشرنا في الحلقة السابقة، هناك في الفارسية أفعال نسميها بالأفعال الرابطة، وهي تقيم العلاقة بين الاسمين، وهذه تسمى الجملة البسيطة. فالجملة البسيطة تتركب من ثلاث كلمات، من اسمين والفعل الرابط. مثلا في الفارسية نقول علي دانشجو است. علي دانشجو است. كتاب باز است. فهذه الكلمات في الجملة اسمان وهناك فعل رابط. فالأفعال الرابطة تكون الجملة البسيطة في الفارسية. فمثلا كما نشاهد في هذا المثال، كلمة أست الفعل الرابط تقيم العلاقة بين الاسمين علي دانشجو أست. فالفعل
الرابط منها كلمة هست ومنها كلمة هستند، فليس عندنا أستند. فإن كلمة أست تستخدم للمفرد وكلمة هستند تستخدم للجمع. أما إذا كان للماضي فنستخدم كلمة بود وكلمة بودند. نطلب من سامر أن يذكر جملة لنا مع كلمة بود. ديروز جمعة بود. أحسنت، هذه جملة صحيحة، ديروز جمعة بود. كما أشرنا هذه الأفعال ألفاظها خمس كلمات: بود، بودند، أست، هستند وهست. هذه الكلمات الخمسة كلها تستخدم في الفارسية كالأفعال الرابطة. الآن نطلب من أخ فادي أن يذكر لنا جملة فيها هذه الكلمات. إنها دانشجو هستند. نعم صحيح، هذه الجملة صحيحة، أن نقول هؤلاء طلاب، إنها دانشجو هستند. هذه الأفعال موجودة في الأمثلة التي كتبت على السبورة. علي دانشجو است، كتاب مفيد است، إنها دانشجو هستند. ملاحظة أن الجملة البسيطة في الفارسية دائما تكون جملة اسمية، يعني تتكون من اسمين مع فعل الرابط، لكن في العربية هناك جملة اسمية وهناك جملة فعلية. فالجملة الفعلية في الفارسية دائما تأتي في بدايتها الاسم، علي بمدرسة ميرابات، فالفعل لا يأتي في بداية الجملة، خلافا للفارسية نقول يذهب علي إلى المدرسة، فالفعل في الفارسية دائما تأتي في آخر الجملة. كما عرفنا أن الجملة الإسمية في العربية تتطابق مع الفارسية، إلا أن هناك فعل زائد في الجمل الفارسية. فمثلا عندما نلاحظ في هذا المثال علي طالب، فنترجمه بالفارسية علي دانشجو است، فهناك كلمة زائدة وهي كلمة است، وهي ما سميناه بالفعل الرابط، وهي تقيم العلاقة بين الاسمين. أما من سائر الجمل التي فيها فعل تام مثل أكل وخرج وذهب ودخل وأراد، هذه نسميها بالأفعال التامة. فالأفعال التامة الجملة معها لا تحتاج إلى فعل رابط كما في هذه الأمثلة. علي درسش را نوشت، فكلمة نوشت بمعنى كتب، هذا هو الفعل التام ولسنا بحاجة إلى فعل رابط. الآن نطلب من مريم أن تذكري لنا جملة مع فعل تام مثل كتب. مريم درسش را نوشت. صحيح، هذه الجملة مريم درسش را نوشت. الجملة الثانية نطلب من سميرة أن تذكري لنا جملة مع هذه الكلمة خورد. علي غذایش را خورد. نعم صحيح، علي غذایش را خورد. والجملة الثالثة آنها کنار یکدیگر نشستند. إنهم جلسوا معا، إنهم جلسوا معا، فجلسوا بمعنى نشستند. في هذه الأمثلة التي ذكرها الطلاب وكذلك نشاهدها على السبورة نستخدم الفعل التام في الجملة ولسنا بحاجة إلى استخدام الفعل الرابط، فهذه الأفعال التي تأتي في هذه الجمل تغنينا عن استخدام الأفعال الرابطة. إنها دانشجو هستن، هذه الجملة بحاجة إلى الفعل الرابطي. أما عندما نقول هؤلاء جلسوا معا، إنها باهم نشستن، فكلمة نشستن الفعل التام ولسنا بحاجة إلى الفعل الرابطي.